مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم مساء الخير اهلا بكم الى حلقه جديده من البلاد اليوم في حلقه اليوم نناقش قضيتين اساسيتين القضيه الاولى نعود الى موضوع صرع الدجاج الذي اثار الكثير من الجدل في الاسابيع الماضيه ربما هذه المره نعود اليه على ضوء تصريح لوزير الشؤون الدينيه والاوقاف الدكتور محمد عيسى والذي قال ونفى بشكل قطعي ان تكون هناك مذابح تصرع الدجاج في الجزائر وقال الوزير بأن هذه المعلومة استقاها من سؤال مباشر وجهه إلى وزير الفلاحة حيث نفى الوزير الفلاحة للوزير شؤون الدينية والأوقاف تماما أن تكون هناك اي مذابح تستعمل تقنيه صرع الدجاج طبعا الوزير قال لما تكون هناك مذابح تعلن انها يمكن ان تستعمل هذه التقنيه في ذبح الدجاج هناك في تلك الفترة فقط يمكن أن نقول ويمكن أن نستفتي علماءنا وشيوخنا ويمكن أن نبحث في فتوى حول هذا الموضوع وما دام الموضوع هو غير موجود يعني في الواقع بالتالي لا يمكن أن نعطيه أهمية ونبحث فيه عن فتوى طبعا هذه القضية ربما أيضا تطورت مع إصرار جمعية المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بأنه يوجد فعلا وبالادله الموجوده والتي ربما انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي على وجود مثل هذه التقنيه قبل صرع الدجاج في الجزائر وطرحت ربما اشكاليه اخرى اذا كان ربما وزاره الفلاحه وزاره اوندنيه والاوقاف لا تعلم كيف تتم عمليه ذبح الدجاج هنا في الجزائر فكيف هو الحال بالنسبه للحوم التي نستوردها من الخارج من دول بعيده طبعا هذا الموضوع الاول الموضوع الثاني هو الحدث ربما الذي ابى ان يغادر الجزائر وهو قضيه كيس الحليب وهاجس كيس الحليب والطوابير الطويله كل صباح امام محلات بيع الحليب كيف ما اين هو المشكل واين هي الحلول طبعا في موضوعنا الاول والعوده الى قضيه صرع الدجاج اسعد باستقبال كل من الشيخ جلول قسول امام مسجد القدس بحضرة اهلا بك شيخ اهلا وايضا الدكتور مصطفى زبدي رئيس المنظمه الجزائريه لحمايه المستهلك اهلا بك دكتور أهلاً. شكرا اذا شيخ قسول ربما اسالك بدايه حول تصريح وزير الشؤون الدينيه والاوقاف حول انه لا يوجد هناك من يصرع الدجاج قبل ذبحه في الجزائر وبالتالي لن نطلب الفتوى لاننا لا نحتاجها لقضيه غير موجوده في الجزائر وكذلك الامر هذا يعود بنا الى المواصفه الجزائريه اللي مقاييس الحلال اللي معروفه في الدراسه ومنذ 2014 ونحن نتكلم عنها وندرس فيها قبل خروجها بايام قليله ضجت هذه الضجه الكبيره واطراف من ورائها ربما هذه الضجه لان قبل ذلك لم يتكلموا عن شهادة الحلال عندما كانت تأتي من دول ليست مسلمة وعندما كانت تأتي من دول ليست عربية وكان كلهم سكوت يعني مطبق لهذه القضية لكن عندما أصبحت عندها جانب الوطنية أو جانب الدراسة في المجتمع نتاعنا ثارت هذه الثائرة على اعتبار وهذه المواصفة فيها عدة عناصر عدة مقومات تهدف إلى أننا نثق في شهادتنا أفضل من نثق في شهادة الغير في شهادة الغير ويوم يعرف بشهادة الحلقة. اليوم ربما الموت طبعاً هذا هذا فعلا لا يوجد صرع قبل الذبح في الجزائر لا أنا لا أجيبك إلا إذا ثبت هذا الأمر أن ما وقع في هذه القضية ابتزاز وغش في المعلومة باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الذين درسوا هذه القضية من جميع جهاتها لأن كان هناك لجنة كنقولوا لجنة ليس أنا الناطق الرسمي باسم اللجنة وإنما لجنة فيها بما فيها الأخ الدكتور اللي كان موجود معنا ودرست هذه القضية من جميع الزوايا ومن جميع النواحي عندما وصلت إلى هذه النقطة بالذات أجهضت هذه أو أرادوا إجهاض هذا المشروع الكبير هذا المشروع وهو عندما نقول مشروع لان ليس لحد الان مازال هذه المواصفة لم يصدق عليها ولم تخرج الى العلن كمرسوم او ك نعم نعم نعم،, صح نعم هذا الشيء نعم لكن عندما ننظر لها من الجانب الفقهي او من الجانب الديني ولا احد يتكلم باسم الدين او باسم الله تبارك وتعالى يحلل ويحرم لان المحلل والمحرم هو الله تبارك وتعالى ولا احد وهنا نقول لان الكلام الذي نسب الينا على اننا حلمنا الصرع فالصرع ولا احد يحلله والميته لا احد يحللها والجيفه لا احد يحللها لان هذه المصطلحات نعم نعم استعملت نعم شيخنا اسمح و... لي اسمح لي لان هذه الامور التي استعملت ارادوا ان يوصلوا بها رسائل معينه ومشفره الى ضرب جهات معينه او واحدة نعم نعم شيخنا اذا امر الان الى الدكتور مصطفى زبدي الدكتور زبدي اذا مثل ما قال الشيخ جلول قسول القضيه لم تثبت بعد يعني انتم كمنظمه جزائريه لحمايه المستهلك مثل ما قال الشيخ تصدرون اشاعات غير مؤسسه غير مبنيه على معلومات حقيقيه لما تثبتوا هذا هم قالوا لك سوف نحل الموضوع ونبت فيه شرعيا ما تخافوش انتم فقط اثبتوا هذا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم بدايه اخي علي اسمح لي نقطه يعني بين قوسين فيما يخص الحصة التي مضت منذ يومين مع الأخ يوسف حيث تحدث نباش صديقنا يوسف حيث تحدث نبهاش. على أنه على جمعية حماية المستهلك أن تتحدث في مجال يعني ارتفاع سعر السيارات أريد أن أنوه يعني وألفت نظره ونظر يعني جميع المستمعين أن المنظمة تحارب في هذا المجال منذ سنوات وهي التي تناولت موضوع سيارة أقل من ثلث سنوات إذا تتذكر أخ علي وكذلك كانت طرفا محاميا لما كان هو يعني يمثل جمعية وكلاء السيارات المتعددين والتنظيم الوحيد الذي وقف معهم لأجل مساندتهم هي المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وبالتالي نحن تحدثنا في عدة مواضيع واذا كان لزاما ان نتحدث في مواضيع المصابيح لاد فاننا نتحدث لانه نعم. لا يمكننا ان نتحدث في مجال السيارات لانه هو الفايده تاعو في السيارات ما نقدروش نبقاو نهضروا صباح وعشيه في السيارات نعم. من جانب اخر يعني آه يعني مهزله صراحه مهزله لما اسمع يعني امامنا الفاضل يتحدث على انه آه ليس على علم او ينفي وجود مذابح تستعمل الصرع الكهربائي في الجزائر وهذا يطرح سؤال هو هو لم يقل هو فقط وانما وزير الشؤون الدينيه لا لا نفى نفى هو نفى راهو ينفي راهو ينفي على انفي لماذا؟ لا لا عندي خلي عندي حصتي ما عنديش لا ما, علم. ما عنديش. علم عليها واذا كان علم هي حصه المستهلك هي اللي علينا نقول العيب العيب وراهو لانه من المفروض أن المذابح الجزائريه هي مذابح مسلمه طبعا ولا وهي بد ان وهي مسلمة. ما تقاطعنيش لا مصريح. لا وهي مسلمه ما تقاطعنيش لا وهي ما تفضلك مسلمه ما... ت... انت انت معروف بمقاطعه الكلام. الكلام سوف اقاطعك لا. 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 ولن اترك ولن اتركك تتلفظ حرفا واحدا هي احترام شوف احترامي ليك اتفضل الدكتور اتفضل احترام للقران الذي تحمله في صدرك اتفضل الدكتور اتفضل خليني ما تقاطعنيش اتفضل الدكتور وبالتالي من العيب والعار الا تكون هنالك مراقبه من وزاره الشؤون الدينيه للمذابح عيب ما نش عارفين هذا هذا الاكل هذا وهذه الذبيحه من يصهروا عليها اذا وزر آه خليني نهضر يزر يزر ما تقول الاصل اذا اذا هذه المذابح اذا هذا مع للاسف الشديد مع البلوش انه هنالك مذابح للصرع مذابح تستعمل الصرع الصرع الكهربائي وبالتالي انه كان هنالك يعني حصه كامله يعني وين وروا فيها مذبحين وروا فيها مستورد للالات التي يستعمل الصرع الكهرباء الا اذا كان مجنونا هذا الشخص كان مجنونا وكذلك نحن تحصلنا على زوج فيديوهات من من مذبحتين مختلفتين شوف وزاره التجاره شيخ آه تزارة تزارة وبالتالي الكلام الذي جاء به السيد وزير 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 الشؤون الدينيه مع كل احتراماتي له والمبني على كلام السيد وزير الفلاحه مع كل احتراماتي له نابع من معطيات خاطئه معطيات خاطئه للمصالح البيطريه التي غلطت السيد وزير الفلاحه حول هذه المساله لانه عيب وعار هو وزير الشؤون نقول... الدينيه قال لكم نعم سقسيت وزير نعم. اه... لا 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 فلاحة. يمكننا لا يمكننا الحديث عن السيد وزير الشؤون الدينيه لانه اخذ المعلومه من السيد وزير ش... وزير الفلاحه القضيه هذه كتبتها وزاره الفلاحه انا نقدر ندير والفلاحه والفلاحه نقول لك الان وجه كلام مباشر الى معالي السيد وزير الفلاحه انه المعلومات التي اعطيت له معلومات غالطه و معلومات يعني مضلله وللاسف الشديد استند عليها واعطى المعلومه الى السيد وزير الشؤون الدينيه من ينكر من ينكر وجود هذه المذابح في الجزائر كانما ينكر يعني وجود اشجار الزيتون في الجزائر نفس الشيء يعني من غير معقول وانا يقول لك الفيديوهات والصور الموجوده الا اذا نعم. الا اذا تحركت وزاره الفلاحه وتروح يعني تشارعنا امام القضاء تقول هاد الناس راهم يديروا في فوضى وبلبله وراهم يديروا في فيديوهات الان الإشكال في تحدي اكثر الآن من هذا الإشكال الان الاشكال آه. اصلا الان الاشكال ماهوش اشكال شرعي بالنسبه لنا احنا ماهوش ش... ما اشكال فقهي بالنسبه لنا احنا جمعيه حمايه المستهلك ما رانيش هنا ناخذ دور الاستاذ ولا دور الشيخ ولا دور المفتي انا هنا راني نقول يعني امام عامه الناس إنه هذه ظاهره راهي كاينه ظاهره, كأينا ظاهرة الفتوى الشرعيه كأينا فيها كأينا لا ما نقولش الفتوى الشرعيه فيها انا ما نفتيش الفتوى على اصحاب الفتوى هنالك تقنيه هنالك من لا يقتنع بهذه التقنيه ولا يريد استهلاك لحم مشروع لحم دواجن مصروع قلنا انه لابد من التفرقه الان الحديث على انه لا وجود لمذابح تستعمل الصرع اعتقد نعم. انا اعتقد انه لابد ان يسحب هذا الحديث يعني في اقرب الاوقات حتى لا تكون قال لك مثبت قال لك مثبت قال كاين واحد وراه في قناه معينه جايب هذه الاجهزه وراه يعني يعني مذابح دواجن تستعمل هذه التقنيه وقال لك كاين فيديوهات منتشره هنا في الجزائر وتوري استعمال هذه التقنيه يعني وزاره الشؤون نعم. الدينيه والاوقاف هذه ما عندهاش ما تشوفش توصل تقارير اسيدي معليش علاش ما عيطتوش للسي مصطفى ما دام انتم قلتم ما قنعكمش عيطوا له ارواح لنا مقر الوزاره ورينا ادلتك ورينا كذا ونتفاهموا السي مصطفى كان معنا في اللجنه مصطفى كان. لم تنكر لم تنكر وجود هذه المذاهب ما, نكرتهاش لا, لا انت انت في اللجنه خليني نهضر معليش نخلف لك شويه الصرف باش ما تعرضهاش المره الجايه انت في اللجنه قمت قلت فتوى تاعك انا ما نفتيش وما نعرفش انت قلت بانه يجوز الصرع طبعا انت ليش يقول حد خلاص يجوز. ماشي مش ماشي مش ماشي هذا الان يجوز هذا واش الان ما يهمناش الان ما يهمناش في, في الامور التقنيه الان تهمنا في الامور الرقابيه اذا كانت وزاره كوزاره الشؤون الدينيه لا تراقب المذابح لا تراقب المذابح التي عليها التي عليها يعني عاتق 40 مليون مسلم اعتقد انه فيها عيب خلل كاين خلل عيب عيب مش عندنا احنا عيب فيكم انتم مشايخ، شيخ ف... لان كاين اشياء اخطر بكثير من هذا ما تهضروش عليها هذا عشان. لا يمنع ان احنا تحدث عن نتحدث عن هذه المسألة, المساله نتحدث عن جميع المشاكل هذه المساله نتحدث عن جميع هذه المساله أسمع لي هذه المساله هذه المساله ولا احد انا حبيت حاجه نوصل الى درجه عليا من التفكير ومن التفاعل مع هذه المواضيع لا اتهموك ولا تتهموني ايه هذا الامر شوك لا 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 خطيرة. لا لا, لا 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 هو تهمني لا اسمح لي <applause> <applause> نعم لي البارح رساله وش يقول لي يقول لي يقول لي بمعنى انك تبحث عن عن الشهرة من الشهوه ولو بد الشهرة شهوه ولو بالدجاج نعم. هذا اتهمني أنني أستحي أن أتهمك يا لا أستاذ موش. راني قلت لك لأنك تحمل أنا. في صدرك نعم. قرآن نعم. وإلا وإلا لقلت لك كلاما غليظا يا أستاذ نعم. أسمع لي أسمع لي مش تهم. فقط الشبهة 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 في القبلة ولو بمسؤولة دير لي في بالك يا أستاذ نعم إحنا ما نشوف المستوى هذا المنحط اللي تهضر عليه مستوى التالي راك تهضر عليه لا ما فقط فقط التالي راك راك عليه أنا أبحث عن شهرة من خلال الحديث عن نعم نعم الكهربائي نعم يا شيخ يا شيخ يا شيخ فقط يا شيخ يا شيخ اسمعني انا مستوى هذا مش مستوى يا شيخ يا شيخ يا شيخ فقط يا شيخ واش مستوى الشيخ هاي يا لا يا شيخ لا يا سمع لا. سمع لا يا شيخ يا شيخنا هذا مستوى الشيخ قد غادرنا والحل اليوم دكتور مصطفى شوف اللي عنده حجه فليقدمها نتمنى يعني فقط سوماً. ان الزملاء يتمكنوا انهم يقنعوا الشيخ انه يرجع اللي عنده اللي عنده حجه في اللي يقدمها نحن نريد ان نحاور بعقلانية لكن لكن خليني انا اخي الكريم يا اخي الشيخ يعني راح خلينا نكونوا يعني علي. في امر لماذا أنا نكون محامي نعم. نعم. نعم لماذا نخون نعم. بعضنا نعم. على نخون بعضنا يا شيخ انت هذه بلادنا هذه بلادنا التفت آه لي بين شيخ ودكتور يعني دكتور دكتور مصطفى الزبدي هو قال لك الوزير قال لك بلي انا شاورت وزاره الفلاحه و نقول وزاره و الفلاحه قالت له بلي ما يعني الوزير ما يقدرش يجيب قضيه ويفتح ليها في وقت هذا ما وانا وش, وش قلت قلت احترامنا للسيد الوزير الذي استقى معلومه من السيد المحترم وزير الفلاحة ولكن قلت أنه وللأسف الشديد المعلومات التي وضعت على طاولة السيد وزير الفلاحة راهو راهو منصب قيادي راهو يعني تأتيه تقارير من 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 وزير الفلاحة يعني إطار في حكومة يروح إلى المذابح ولكن عنده مصالح هي اللي تجيب له المعلومة نراني نقول بأن المعلومة التي قدمت على طاولة السيد وزير الفلاح المحترم معلومات خاطئة وش هو هذه الفيديوهات اللي يعني تحدثت عليها وش نعم. فيها دكتور مصطفى نعم فيديوهات تستعمل طريقة الصرع الكهربائي وما راهيش فيديو حتى أنه تم يعني مرور حصة كاملة فيها تقريبا ساعة حول الصرع الكهربائي وكاين الناس اللي راهي تستورد هذه الآلات أنا من موقعي هذا أنتم كم معي كمنظمة ال... وش وصلتك شيء كاين الناس قالك باللي هذا اللي يستعملوا الصرع ممكن أه... تكون هذا الدجاج يصبح جيفة وبالتالي فهو حرام على المسلم أنا أنه أنا اتناولي. لا أدخل في هذه الأمور أخي علي أنا ما ندخلش في هذه حرام هذه ماهيش حرام هم. انا مانيش مفتي اخ علي انا هنا من موقعي كمنظمه لحمايه المستهلك المواطن الجزائري المستهلك الجزائري لديه حريه الاختيار بين نوع من الدواجن نخلو الاختيار لما تحدث الشيخ الفاضل على اللجنه التقنيه عبك بانه وقع هنالك اجماع على انه نفرق بين الدجاج المسعوق والدجاج غير مسعوق وكان من الممضين على هذا الاتفاق الأولي ثم انقلب مثله مثل بعض الهيئات الأخرى وقالوا لا ما نديروش وسم لأنه هذا ضرر بالمشايخ وهذا ضرر بالوسم وهذا غير قانوني هنا تحركنا كما هو ما هدرتوش على شهادة الحلال في نعم. وقتها واليوم زعما راكم تبينوا في عضلاتكم هو بهذا المنطق كان يتحدث لا لا, لا لا يا اخي انا ما رانيش انا ما رانيش مفتي الجمهوريه باش نتحدث على شهادات <applause> أنتم نعم كمنظمه المستهلك نعم. عندكم دور في هذا الشيء أكيد. ما اظرتوش المشكله بهذه الصوره نحن أخي الكريم مش يكون في علمك نحن لما لما نقوم بنشاط نقوم وهو ب يعني مبني على اسس علميه ومن بين هذه الاسس اننا قمنا بتحقيق دام سته اشهر حول الشهادات قبل ما يكون هذا الحديث عن عن الشهادات وعن الحالات. قمنا بتحقيق اثبت انه شهادات الحاله التي تستورد، يعني الجيم على المواد المستورده شهادات مشكوك فيها، والملف حطيناه على مستوى وزاره التجاره، هذه منذ ثلاث او اربع سنوات. اذا هذا الموضوع لما يتح لما يتعلق الامر بالمصالح المعنويه للمستهلك الجزائري، فنحن مع اعلام المواطن الجزائري، انا علي ما رانيش هنا باش نقول لك اشرب هذا الماء ولا اشرب هذاك كذا ولا اشرب اه هذه ما راهيش داخله في صلاة ولكن ولكن من دوري اني يعني نقول لك علي لو انت طلبت هذا نقول لك اخ علي هذا ماء منبع هذا ماء معدني هذا من حقي وهذا ما اردناه ان يكون في هذه اللجنه التقنيه التي رفض الجميع احنا ما ناش نقولوا صرعوا ولا ما تصرعوش ولا هذه امور فقهيه يدبر راسهم الناس يدبر راسها اهل الفقه يدبروا راسهم بها، ولكن نحن ما طلبناه انه كي تكون مزروعه ترى الهاتيكي مزروعه، ماهيش مزروعه تير الهاتيكي مزروعه. وخلوا الناس وخلو تخير وخلوا وخلو الناس تخير. خلي الناس تخير يا اخي شوف كاين اي يقول لك لا اكراه في الدين قد تبين الرشد قد تبين من نحن كمنظمين بلي اثرتم بلبله في سوق الدجاج في الجزائر، يعني حتى انه الباعه باعتراف يعني مختصين جهات مختصه. لاحظوا انخفاض كبير في اقتناء اللحوم البيضاء في الجزائر نحن لم نثير بلبلة في سوق الدجاج ولكن اثرنا يعني خرجتوا القضيه من ربما من اطارها وخرجتوها شعبيا واعلاميا حتى حصلت البلبلة علاش ما بديتوش مثلا لا, لا, لا أنت الدكتور مصطفى زبدي كرئيس المنظمه ناسنا. تروح لوزارة الشؤون الدينيه تروح جهات مختصه يا جماعه هذيك الفيديوهات قبل ما نعرضوها اعلاميا ماذا بكم تشاورونا ونشاوروكم الفيديوهات احنا عرضناها البارحه فقط يكون في علمك. البارحة فقط عرضنا فيديو. مم. من قبل كنا متحفظين ولم نتدخل في اي حوار الى ان تم طرح الاشكال من طرف قناه خاصه. كاين قناه خاصه طرحت الاشكال وتم دعوتي بعد هذا بعد هذا هذا الامر للادلاء بتصريحي وبشهادتي وبموقف المنظمه في اللجنه التقنيه مم. وبالتالي تحدثنا مم. عن موقفنا اننا ما نحلوا ما نحرموا قلنا في هذه اللجنه التقنيه لابد ان يعلم من حق المواطن حق الاختيار لابد ان يعلم بين هذا المنتوج وهذا المنتوج غير ذلك فنسنا مؤهلين للفتوى زد على ذلك نحن تفاجئنا البارحه أن ما لدينا من ابحاث وما لدينا من فيديوهات وما رايناه من تحقيقات اعلامي الا اذا كان هؤلاء الاعلاميون كذابون واستحي ان استعمل هذه الكلمه تبين ان هذه العمليه في الجزائر ما راناش نقولوا راه قنبله ذريه موقوته راح تطرطق، لا رانا نقولوا بانه بعض التقارير التي وصلت السيد وزير الفلاحه <applause> تقارير خاطئه، تقارير خاطئه وهذه وهذا الامر غير مطمئن، كيف لمصالح البيطرة انها تنقل تقارير خاطئه الى السيد وزير الفلاحه؟ احنا قلنا انه هذه الظاهره موجوده وعلى اهل الفقه ان يتصرفوا فيها، نحن ما يهمنا في هذا الامر انه ذبحتها كما قلتها مره قلت يا ولدي علقوها من راسها وذبحوها من رجليها اذا حبيتوا ولكن لابد المواطن ان يعرف من فتوى شرعيه صادره عن لابد المواطن ان يعرف كيف يعني عيبك في البلدان الاوروبيه كيف اخي الكريم في البلدان الاوروبيه كي تروح تشري طرف لحم طرف ستاك طرف ستاك تعرف هذا الستاك منين وهذا البقري هذا وين تربى وشكون باباه الاس دوز, دوز تاعو الاس دوز تاعو تاعو نحن للاسف الشديد نذهب الى مذابحنا نشوفوا بأن العجب العجب حتى أن الشيخ قال لك نحن نكذب وجود شكون ما لان بعث لقد قد بعث الشك في نفسي اذا انتم كائمه لا تعلمون ما يحدث داخل هذه المذابح والتي لابد ان تكون وفق الشريعه الاسلاميه لاننا نقدم منتوج للشعب الجزائري وفق الشريعه الاسلاميه وتصرح تقول ما كاش مذابح ها راك 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 والله صراحه كان بودنا أن يوصل معنا الشيخ يعني الحصه لكن للاسف انه غادر وفي قضيه الاستيراد انتم انتم ايضا اثرتم شكا كبيرا يعني اذا قلتم انه الوزاره لا تعلم حتى بوجود مذابح تستعمل تقنيه الصرع هنا في الجزائر فماذا عن اللحوم التي نستوردها؟ هل فعلا يا نحن يا هذه اللحوم نجيبوها بعد مراقبة صراحة. وبعد معاينة من مختصين وفقهاء كل في دوره؟ عباك المسألة مقنطة يعني كي نتحدث في هذا الأمر هذا مقنط مقنط ما, يعني ما لا أتحدث في هذا الأمر يعني بسعادة وبراحة كيف نحن نحن الآن في الجزائر نقولوا ما كاش مذابح تستعمل الساق وغدوة من غدوات نجد تجي المصالح البيطريه وتقول أه ما تخافوش ما تخافوش هذا لحم تم مراقبته في جنوب امريكا وفي الهند كيف نحن لا ندرك ما لدينا من مذابح في الجزائر وراحين نجيبوا غارونتي يعني ضمان على المذابح الموجوده في بلدان اجنبيه <applause> ألا لا يبعثوا هذا الشك والريب نحن نريد ان تكون الامور واضحه واضحة بالنسبة للمواطن الجزائري، ونريد أن تكون هنالك الأمور مضبوطة ونحن نمد يدنا، نحن لسنا في منأى عن عن الاصطفاف في خندق واحد مع السلطات العمومية، ربما ربما تكون هنالك بعض بعض الأمور التي لا تليق ببعض المسؤولين، ولكن لابد أن نقول الحقيقة. إذا كان قلبنا على الوطن إذا كان قلبنا على المواطن إذا كان قلبنا على معتقدات الناس إذا كان قلبنا على حقوق المستهلك ونحن سوف نحتفل بعد أسبوع باليوم العالمي لحقوق المستهلك ونهضر في أمور يعني الجميع يرى أنها مناقضة للواقع أعتقد المطلوب أنه في حالياً الأمر مطلوب من حاليا من طرفكم دكتور المطلوب لا لا المطلوب الامر بسيط لابد من تحديد هذه المذابح التي تستعمل صرع الساق الكهربائي تستعمل الساق الكهربائي هي حرة يعني في استعمالها وفي طريقة أدائها نحن ما طلبنا أن هذه المذابح يتم وضع وسم أو يتم وضع وسم على المنتوجات الأخرى التي تذبح بالطريقة الطبيعية بدون ساق كهربائي ونترك السوق مفتوح للجميع كل يختار اللي يحبها مصروعه اللي يحبها متيريه بحب رصاص اللي يحبها كل واحد ياكل ما يريده ولكن ان نترك هذا الغموض اعتقد انه ما يا اخي نقول لك حاجه في معتقدات الناس انا نقول لك ما نعرفش الامور الدينيه ولكن هل تعلم بان اليهود يهود ما يستعملوش الساق الكهربائي اليهود و يدركون متى تم استعماله من غير الامور التي لم يتم استعمالها هذو اليهود متمسكون بديانتهم ومتمسكون باختياراتهم نعم. يسموه لك يعني الشهاده تاعهم كاشير ولا نعم المحلات تاعهم كلها كاشير يعني صحيح. نعم. لماذا نحن لا نعمل في هذا المجال الامور ماهيش صعبه ماهيش صعبه الحكمه في اعلام المواطن عن طبيعه ما صارتش من قبل اننا فرقنا بين اللحم المستورط هو اللحم المحلي بقرار وزاري ايه ولا لا لا صحيح صارات. نفس الشيء من يريد ان يسعق فليسعق ومن يريد بالطريقه التقليديه فليريد بالطريقه التقليديه نعم ومن يريد دجاج بيو بيو يعني كان بيو دجاج عرب بيو نديروا له دجاج عرب بيو وليقوم كل مستهلك باختيار ما يريد نعم دكتور مصطفى زبدي اشكرك المشاركه في هذا الجزء راح تبقى معنا في الجزء الثاني بحول الله لمناقشه قضيه اخرى وهي قضيه طوابير الحليب يعني انتم ك يعني منظمه معنيه بالمستهلك عندكم الكثير من القضايا ما تخلصش عليكم القضايا من الدجاج الى الحليب آه كما نشكر ايضا شيخ جلول القسول الذي كان معنا هنا وهو امام مسجد القدس آه بحيدره كنا نتمنى لو انه واصل معنا الحصه لكنه ابى الا ان يغادرنا لا يعني يبدو ان يعني حتى الزملاء ما استطاعوش انه يقنعوه لكي يعود نتمنى ان شاء الله لا لا هو هو شيخنا وامامنا ويعني حتى لو يعني تجرعت معه بكلمه يعني في فمعذره يسمح لي ولكن يعني اردت ان يكون الحوار في بدايته حوارا يعني مسؤولا حوارا نجيب به فائده للمواطن نعم. ولكن لما يعني تصلك تصلك اتهامات اخي الكريم يعني من إنسان سامي ونحترموه أعتقد نعم. أن هذه الاتهامات باطلة هو مش موجود الكريم. هنا خلينا نجوز القضية دكتور مصطفى زبدي مشاهدينا الكرام فصل قصير ثم نواصل والحديث عن الحليب والطوابير الكبيرة والطويلة لا تذهبوا بعيدا اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا الى الجزء الثاني من حلقه اليوم من البلاد اليوم اذا كما اعلنت قبل قليل موضوعنا الثاني يتعلق بالماده الثمينه المبجله انها كيس الحليب او شكاره الحليب اذا كان البعض ربما من الاثرياء وعليه القوم شكارتهم فان المواطن الجزائري البسيط والزوالي هو ايضا في قصه حرب طويله ومسلسل طويل مع شكارته، شكارة الحليب التي ربما هي من الامور القليلة التي تجعله يستيقظ صباحاً، ربما ليس فقط لأداء صلاة الفجر، وإنما أيضاً حتى يحظى بهذه الشكارة، ربما أهم عنوان اليوم حول هذا الموضوع في جريدة البلاد الحكومة تغرق في كيس الحليب، الحكومة تغرق في كيس الحليب، ربما هذا اشتقاق من اغنيه عبد الحليم حافظ اني اغرق اني اغرق الحكومه تغرق المواطن يغرق ربما المؤسسات التي تنتج هذه الماده تقول اننا ننتج المواطن يقول اننا لا نحصل عليها الا بشق الانفس احيانا كثيره ربما يروح المواطن الجزائري الى خيارات اخرى ربما لا تناسب قدرته الشرائيه لكنه يضطر اليها مرغما فقط لأن مادة الحليب هي مادة غذائية أساسية لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال طبعا الذي كذا حاضرا معنا في الجزء الأول الدكتور مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أهلا بك دكتور أهلاً مرة بيك. أخرى في الجزء الثاني شكرا. ويحضر معنا أيضا السيد أمين بلور رئيس لجنة اللجنة الوطنية لموزعي الحليب أهلا بك سي بلور أهلا بك أهلا بك سؤال الأسطوري السؤال التاريخي السؤال الذي دائما يلازمنا وراه روح الحليب بين المصنع وبين المواطن المصنع يقول نحن نصنع بكميات و و و ارقام يعني تجعلك تصمت المواطن هو الاخر يقول لك الحليب ما راهوش وصلنا وراه المشكل بسم الله الرحمن الرحيم المشكل الجواب عند الموزع اذا اخذنا بعين الاعتبار أن تصريحات المسؤولين تصريحات دقيقه فالمستهلك كذلك هو دقيق في احتياجه للحليب اذا الجواب يبقى عند المستهلك المستهلك ما يتحصل عند الموزع الموزع ما يتحصل على الماده ماده الحليب بكميه كافيه تقليص حصص الشاحنات يفوت سنة حاليا أكثر من سنة ونحن نعيش تقليص في الكمية بحوالي عشرين بالمئة وزارة الفلاحة تقول لك رانا نخرج ورأنا ننتج الكميات المطلوبة احنا عندنا وزير الفلاحة دائما لما يسأل عن الحليب يقول لك نحن ننتج وسوف نعزز الانتاج وين راه يروح هذا الانتاج احنا عندنا برامج وهذا البر... هذا البرنامج في كل الملبانة كاين برنامج سواء بملبانة عمومية ولا ملبانة خاصة، حتى في اتصالاتنا بالملبانات الخاصة نفس البرنامج وهو التقليص بحوالي 20%، بعض الملبانات تعدات ال 20% إلى 30% إلى 40% تقلص حصص الإنتاج حصص توزيعها، حس الإنتاج تقلص من الملبانة، الملبانة ولما نقول يعني فرق بين حصص الانتاج وحصص التوزيع وهذاك الهامش وين كانش الفرق هنا لا انا انا نتكلم انا ربطت أنا بالانتاج بت... بالتوزيع مباشره لانه المفروض ما ينتج ما يوزع وهو ك... وهو الحاصل مم. ما ينتج يوزع مم. هذا هو الحاصل لكن اللي يقول غير ذلك ياتي بالدليل احنا عندنا ادله باللي عندنا برامج تاع تخفيض عندنا برامج تاع تخفيض هنا فرضت علينا يعني احنا ما كانش عندنا سبيل اننا نناقشوا هذا الامر قالوا باللي الديوان الوطني للحليب خفض حصص الملبانات الملبانات خفضت حصص الموزعين بالتالي هي عمليه تلقائيه مدير الديوان الوطني للحليب فند هذا الامر في الجريده شحال من مره وانا قريت له لكن الواقع غير ذلك إذا كان هو صادق في كلامه وإذا كان الموزع صادق في كلامه وإذا كان المستهلك صادق في كلامه كاين الملبنة الملبنة عندها عندنا معها راني نقول برنامج مسجل يعني وحصص مقيدة عن طريق اجتماعات مع المدراء ودرسناها يعني حتى لحقنا انه كل شخص نقصوا له 20 الى 25 لانه قالوا باللي الكميه اللي كانت تزودنا بها اللي كان يزودنا بها الديوان الوطني للحليب ماشي نفسها مثال اعطيك مثال بعض الملبانات يعني على سبيل المثال نعطيك الوسط وسط الجزائر العاصمه اللي هي بئر خادم ملبانه كبيره وسط شرق اللي هي بودوا بومرداس وسط غرب اللي هي عند دفله حوالي تقريبا كل كل ملبنة عندنا 100 ألف لتر خفضت 100 ألف لتر 100 ألف لتر في اليوم خفضت مثلا بئر خادم كنا الناتج العام كان أكثر في اليومي أكثر من 500 ألف لتر حاليا أكثر من 400 بشيء قليل آه عريب كانت حوالي 380 ألف حاليا راهي 280 ألف لتر في اليوم آه بدو كذلك يعني على غير على غرار الملبنات الخاصة، الملبنات الخاصة مثلا كما بطوش كيما ميلكو اللي متواجدة في العاصمة وضواحيها كلها خفضت الطاقة الإنتاجية تاعها إلى يعني حوالي 50 40 ألف لأنه نعم خلينا ربما نمر إلى رأي الدكتور مصطفى زبدي مثل ما قال لك سي أمين بن هنالك تخفيض محسوس في الطاقات الإنتاجية تحسيس انخفاض المحسوس فيما يوزعه هؤلاء الموزعين الموزعون يعني المواطن يعني ينتظر انه مسلسل هذا المشاهد اليوميه امام محلات بيع المواد الغذائيه وبيع الحليب مازال مستمر شوف المعادله وراهي التطمينات وراهي وزاره الفلاح المعادله ما سهله هذه واحده ثانيا انا مسرور بتواجد احد الموزعين يعني لازم نظرك الان وللاسف الشديد أصبح الإنسان بعد ما كان في الماضي يحوس معرفة مع إداري ولا الآن بعض العائلات يتحوس على معرفة مع الموزعين. امم نخليلك الرقم تاعو إذا حبيت. <applause> خليه <مم. مم. تصفيق> لي. كاين حاجة واحدة أخرى هذا المشكل هذا أخي علي راه لكن هذ المعادلة نحكيلكم دوك نعطيك دوك فيها من مجهول؟ عدة مجهولين. عدة سي اون ايكواسيون. فيها عدة مجهولين دوك نعطيك الإشكال أنا وراء. أدبي ما <applause> <applause> كان حاجة أخالي لازم نعرفه أنه كان ما يسمى بالديوان الوطني للحليب لأنه واش راهو يقول هو صح صح هو ما يرى إلا من المصنع إلى التوزيع ما راناش عارفين واش كاين من المصنع للديوان الوطني للحليب اللي يعطيه الديوان الوطني للحليب عنده البودرة يعطيها للمصنع المصنع يحولها ويعطيها للموزع <applause> الآن الموزع يقول بأنه تحصل على كمية ناقصة ولكن لا ندري إن كان المصنع حول كل البودرة التي أعطاها إياه ديوان وطني الحليب لما يقول لك الكمية نقصت لا يعني بالضرورة إنه تموين المصنع نقص لأنك أنت عندك نصف الحقيقة النصف الآخر ما تقدرش تتحكم فيه نحن اجتمعنا مع السيد مدير الديوان الوطني الحالي وأعطانا الأرقام على ما قلت لك معادلة فيها كثير من الناس المجهولين وحتى نجد الحل لابد أن تكون مواجهة الديوان الوطني الحالي بالسنة الماضية اقتنى 173 ألف طن بودرة في 2018 راهو مقتني 175 الف طن هنالك زياده من بالمقابل مثل ما قال سي بلور نقص محسوس صح. في الانتاج هنا الاشكال لما نشوف الديوان الوطني الحليب وهي مؤسسه عموميه روح بول... انت تفهم الامور في الجزائر روح حي... انت تفهم هنا نقول لك نزيد. هم. راني نزيد راني نزيد الملبنه تقول لك راهي تنقص والموزع يقول لك راهي تنقص نحن تحدثنا عن بعض الملبانات والتي تاكدنا بأن بانه تموين التعنقص لقينا التفسير باللي هو اعاده توزيع الكميات على مناطق اخرى لأن هنالك بعض الملبانات تقوم ببعض الخروقات وببعض المخالفات ما نساوش انه كاين اكثر من 100 110 مبنى خاصة وكانوا 15 مبنى عمومي. عمومي. عمومي خاصة و15 عمومية المهم الأرقام راهي متضاربة حتى الآن، مازال هذه معادلة واحدة أخرى. إذا الإشكال أن الديوان الوطني الحليب يصرح وصرح لأنه يقولها بطريقة رسمية أنه أحيانا يعاد توزيع. البودرة على بعض البنات حسب الكثافات السكانية وحسب بعض الخروقات إلا أن هذا لا يكون سببا في نقص المنتوج لأنه إذا كان زوج من هنا وحدة تغش كاين يقول لك حتى هذه. لهفة المواطن يا دكتور عمقت من معليش المشكل نسيت لك حاجة. المواطن الجزائري اللي كان يدي زوج أستن أربع أستن شكاير أستن ولا يدي بالكاجو معليش إذا المواطن يلهف يدي بالكاجو وبالكاجو ماشي راح يستهلكوا في يستهلكوا في النهار عنده كونجيلاتور يخبيه <applause> تلحق مرحله التشبع بمعنى ان انا عندي كونجيلاتور انا اليوم جريت عجره غدوه نجري عجره كونجيلاتور معمر عليه نزيد اليوم جري عجره ما نجريش هذه المرحله لو كي تكون لهفه يكون هنالك تشبع في مرحله اسبوع جوج ثلاثه شهر شهرين ولكن هاته ولكن الدكتور تحودت العلاقات الاجتماعيه في الجزائر يعني ما بيروحوا مثلا ضياف ما يدلهمش مثلا الشيء والله مش حليب ممكن جدا أفضل هديه يعني ولكن الاستهلاك لم يتغير حتى لو كان تعطيها لي هديه نحطها في كونجيلاتور نعم. الاستهلاك لم يزد ما نشوفوا بانه ولا نجمع انه مواطنين اصبحوا يشربوا الحليب أكثر من اللي كانوا نعم نعم دكتور إذا أمر الآن إلى سيد أمين بلور سيد أمين بلور مثل ما قال لك الدكتور مصطفى زبدي أنه دائما لما نحاول أن نفسر هذا الفوضى في توزيع الحليب وفي اقتناء الحليب وفي تجارة الحليب ربما لهفة المواطن قال لك المواطن هذا مهما يكون في شري 10 20 راه راح يخبيها في الكونجيلاتور وراح يصل إلى حالة التشبع مهما يعني اللهفه راح تظهر نتائج هذه اللهفه وراح الاقبال راح يقل بالمقابل اذا ما كان عنده مخزون في الدار اكيد اكيد كلام يعني منطقي م. جدا. آه المواطن اذا انت ضمنت له بلي غدوه راح يلقى الحليب ما راحش يشري زياده. وهذا من الواضح وحتى كما قال الدكتور يعني من المستحيل انه سنه كل سانة مده سنه وانت تشري زياده على الحليب ماشي غير الكونجيلاتور رح يتعمر عمّر يعمر الدار كاع من المستحيل كل يوم يشري كما يقول حصه زايده اذا كان يستهلك اربع اكياس يشري ثمانيه ولا عشرة م. من المستحيل ربما مره اثنين ثلاثه اسبوع اسبوعين وبعد خلاص ما يقدرش هذا يعني كلام منطقي جدا وللمو... والمواطن ولا المستهلك اذا كان انت ضمنت له يعني باللي هذه الماده متوفره اليوم وغدوه و... ويجي في اي وقت ماشي لازم ينوض على الخمسه تاع الصباح ماشي لازم أكيد راح ينوض في وقته على السبعة على الثمانية على وقت لقبه ويقتني كيسين ليك يكفي اليوم يومه يعني ما يشي أسبوع تعليقا على ما قال قال باللي نصف الحقيقة عندكم ونصفها ما عندكم أكيد لأنه يعني ما تقدرش تشمل كل الحقيقة في بلد مثل الجزائر مستحيل لكن هو صرح مدير الديوان الوطني الحليب قال باللي احنا شهريا عندنا 14000 ألف و450 طن عبر الوطن البنات الوطن كاع تستهلك 14450 طن شهريا اي بما 14000 ونص بالتقريب اذا كان حكمنا هذا الرقم عنده ثلاث سنوات انا انطلق من هذا الرقم اذا كان عنده ثلاث سنوات زدنا في هذه الفتره هو ويقول باللي زاد لكن هذا كلام هو قال لكن اذا نفس الرقم هذا ثلاث سنوات انا تكلمت عن النمو الديموغرافي اعطيك مثال بسيط هناك مناطق في الجزائر ضواحي الجزائر كانت شبه نائيه تسويدانيه معالمه راهم دي جون سيتي بعد الترحيل الجديد فتلقى مثلا هذه المناطق التفسير تاعها بسيط بمعنى انت اذا كنت انت كلفت شاحنه واحده تسربي هذه المنطقه هذه بعد هذا الاسكان الجديد او هذا التغيير الجديد في في الكثافه السكانيه أكيد لكن سي بلور يقول لك البعض انه لما نشوفوا هذاك الطوابير يعني المنتشره والمنتشره بمئات الامتار وكانه نحن في حرب اهليه هذا المنطقه راهي في حصار راك مثلا في الغوطه الشرقي الشرقيه في سوريا ربي ان شاء الله يفرج عليهم وفتحوا لهم يعني الحدود وقال لهم روحوا تشريوا يعني طوابير وطوابير ليس في منطقه ولا اثنين ولا ثلاثه <applause> يعني سبحان الله لو يجي واحد اجنبي يحير واش راهم يشريو هذو راهم يوزعوا الذهب باطل هذا نبيع الحليب صدقاء. ماده اساسيه مدعمه شيعة يعني بلا شبعه قضيه سلوكيات قضيه سلوكيات هذه تبقى كل واحد كيفاش دكتور شوف ان يعني النمو يعني الديموغرافي يعني لا أشاطر فيه زدنا شويه رانا كنا شحال 35 وثلاثين لازل لازل زدنا رانا في 40 وين 35 اخي اخي علي السنة الماضية. السنة السنة الماضية. مم. الأزمة الوحيدة اللي كانت في في رمضان في رمضان في جوان قبل رمضان كانت الحالة لاباس كانت أزمة تحل الأسبوع الأول تاع رمضان صحح لي ظراني غلط الأسبوع الأول تاع رمضان وقعت أزمة ومن زادوا في الإنتاج حنا نعرفوا باللي كيكون نمو ديموغرافي نمو ديموغرافي طفل يريح تسع شهور في شمو <applause> حتى لو كان يخرج هذا الطفل من كرشوم ويحكم شكاره, شكارة حليب ويبدا يرضعها <applause> مباشره ما نلحقوش لهذا النمو الديمغرافي وهذه الازمه اللي رانا فيها هذه الازمه ظهرت في وقت قصير من جوان حتى لديسمبر في ست شهور وراهي الان تمدد في بدايه 2018 لا يمكن وصفها بالنمو الديموغرافي بدليل اخر انه هنالك بعض المناطق اللي كان التموين تاعها بشكل عادي ما طلعوا فيها دي سيتي ما جاو فيها الناس اجانب ما جاو فيها نزح الريفي واللي راهي تعيش الان نفس الازمه اللي كانت انا نقول لك شوف الحل لن تجد السبب الا بطريقه واحده قلت لك انا نقول لك واش الحل واش السبب <applause> سبب يجيو كائنات من المريخ سفينة فضائية يشريوا كاع الحليب على, على ثلاثة تاع الصباح الجزائر الجزائري على ربعة تاع وما يصيبش. صدقني لن نجد الحل ونبقى وعدنا عام ونحن في هذه الحوارات لن نجد الحل إلا بطاولة تجمع دول الوطني الحليب وزارة التجارة الملبنات الخاصة الملبنات العامة الموزعين وزارة الديوان الوطني الحديد تبع الوزاره الفلاحه وجمعيه حمايه المستهلك نهار اللي يتقابلوا في طاوله واحده وتكون وتكون مواجهه مباشره مباشره انت ما البنا شحال ديتي انت شحال ديتي انت الموزعين انت عطيناك الطون انت شحال ديت الطون اذا السرقه يعني يعني فيه بزنسه راهي حاصله على ظهر المواطن بطبيعه الحال بزنسه نزيد لك حاجه واحده اخرى هل تعلم بان عدد التجار اللي يبيعوا الحليب في تقلص ما ولاوش يبيعوا الحليب هذه ايضا من اسباب الازمه يقول لك انايا نروح نجيب مانيش عارف 1000 شكاره حليب ندي في كل شكاره مانيش عارف 16 دور ولا شحال 100 خلينا نسمعوا من سي بلور هذه القضيه شحال راكم يعني هامش الفائده والربح بالنسبه للموزع ولا و... والبي 3 يعني نفس الفائده اللي هي 18 دولار 90 سنتيم اقل من دينار يعني طبعا هذا اكيد الدكتور مصيب في يعني في هذا الامر جدا كثير من المحلات توقفت لانه هامش الربح شحال مش تبيع مشكارة باش تدير يعني 1000 دينار؟ 1100 <applause> 1200 <applause> شكاره باش 1000 دينار اي بمعنى اذا كانت يعني يعني قليله بزاف قليله <applause> شوف كي تتقطع لك شكاره حليب يلزمك تبيع اكثر اكثر ثلاث صنادق تبيع ثلاث صنادق باش تجيب راس مالها اكتبها انا اقلال هذا الامر خلى كثير من التجار ما يبيعوش عزوف عزوف ما يبيعوش عن فعلا. بيع الحليب اضافه من دكتور برك اسمح لي قطعتك اضافه الى انه ولاو مشاكل بمعنى انت يجوا سته تاع الصباح دايرين لاشان قدام المحل فما يخليوش الناس اللي تشري امور واحده اخرى مواد واحده اخرى لانه الناس تشوف بزاف غاشي تروح ف القابل لي هذاك الكيس الحليب ولا يمنع له مشتريه وحده حاجة استنفار حاله استنفار يعني ان كان تشبيه يعني صح انه لما يجي يعني الشاحنه تاع الحليب كيما نعم كيما القطوط مع مول نعم, نعم نعم وزيت لك حاجه وحده ظاهره اخرى انه الان الحليب لماذا لا يباع بسعره المقنن؟ ما يقدرش يباع داخل المحلات كاين في بعض البلديات في العاصمه وفي جوارها التاجر يضع شخص أمام المحل بعيد عن المحل ب مترات يتم إيضاع الصناديق ويصحح لي رأني غلط يتم وضع الصناديق بعيد عن المحل يعني حتى لو كان جيه أعوان الرقابة ما هوش الحليب تاعي دكتور, دكتور سؤال بأثمان غير مقارنة ب سؤال في يطرح هل حليب الأكياس اللي راه يستهلك المواطن الجزائري فيه مواصفات الحليب؟ يعني انت اسالك سؤال يعني بالقبعتين يعني كطبيب وايضا كرئيس المنظمه الجزائريه لحمايه المستهلك تصلنا احيانا شكاوي حول نوعيه الحليب خاصه من الملابن الخاصه باش صراحه غالبا الملابن العامه تصلنا بعض الشكاوي في تغير اللون او الرائحه ولكن المشرع الجزائري وضع معايير حتى يكون هذا الحليب كاملا أحيان كاين غش وتدليس وسرقة حتى أننا أحيانا نأخذ كيس حليب من ملبنة خاصة وكيس حليب من ملبنة أخرى خاصة ونوزنهم نلقاو الوزن مختلف فيه غش في هذا المجال ولكن لا نعمم سي بلور واش رايك في هذا الموقف؟ لا توزعوا فقط يعني هذه التحاليل تخليوها للمختصين ربما وما المطلوب حاليا حتى نختم هذه هذا النقاش ما المطلوب حاليا حتى انه المواطن الجزائري يحصل على شكاره حليب يشريها عادي ما يديرش لاشين باش يحصل عليها ويحصل على حليب حليب ماشي فقط شيعه بلا شبعه انا في اعتقادي أن الدوله بكل اطاراتها و... وامكانياتها انها قادره تتوصل للاشكال او للمشكل الحقيقي للازمه ربما ما تكلمناش موضوع مثلا تاع تحويل الحليب الى مواد اخرى مجاب وياورت لانه ومراسيم منع بيع المقاهي وما الى ذلك في الباب هذا في الباب هذا اعتقد انه الدوله هي القادره لتعرف تعرف انه هذه الملبانه اذا كان استغلت كيس المستهلك او لا فهي تستغل لما تلقى انت ياورت يتباع ب يعني فيها فيها كلام محدوخر لانه لو يستعمل حليب الابقار او الحليب الغير مدعم ما يقدرش يخرجها تاع 18 دينار وكان امور بزاف نعم دكتور مصطفى زبلتي من المطلوب لا حاليا لابد من تحقيقات دقيقه بين الديوان الوطني الحليب ومصالح وزاره التجاره ويكون هنالك تعاون وكاين يعني بعض الملبنات التي تم ايجاد ثغرات في انتاج بمعنى انها تقوم بتحميل ماده البودره زد على ذلك نحن نناشد الاجهزه الامنيه لان كل موزع عنده منطقه منطقه يوزع فيها اذا خرج عن تلك المنطقه فيعتبر تحويل عن منطقه التوزيع نناشد الاجهزه الامنيه يعني لازم تكون هنالك بعض البراسيم تسمح لهم باش يراقبوا كل موزع يخرج عن اطار او عن اقليم توزيعه شفناها عده مرات بعض الحليب اللي المفروض يوزع في العاصمه يدوه العين الدفله ويدوه الشلف اذا كان مقننا فمن المفروض الموزع ما يزيدش يخسر حق البنزين ويروح العين دفلة الدفله باش فعلا هنالك تحويل وللاسف الشديد لهذه الماده ولا بد من التشهير بهؤلاء ولا بد من معاقبه نعم دكتور ربما انت سي امين بلور ربما قبل ان نبدا قلت لي انه يعطيك المجال باش تمد مجموعه من إضافة إلى مطالب. آه ما مجموعة المطالب يعني الموزعين حتى نغلق الباب على هاد الموزعين هذولا لا عليهم اذا كانوا وهم قله يعني ماهوش بالتشهير باختصار يشد. فقط باختصار شد إحنا إحنا نطالبوا وزاره التجاره او الوزاره الوصيه لانه موزع الحليب بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة الملبنة تبع وزارة الفلاحة إذا تكلمت مع أصحاب الملبنة يقول لك أحنا ما عندناش الحق باش ندخلوا في هامش الربح الموزع تبع وزارة التجارة فكانت هناك تضارب في الآراء فكأنه ضاع في الكواليس أولا زيادة هامش الربح اللي ما تغيرتش منذ 17 سنة لمعلوماتكم أنه هامش الربح آخر مرة زاد هي في 2001 فيفري في 2001 فيفري كان 13 ولا 15 زاد ب 10 سنتيم بعد ما درنا عدة كتابات للوزير السابق رحمه الله بختي العايب ربي يرحمه ربي يرحمه في 2016 زدنا 90 زدنا 15 سنتيم يعني ثلاثة دور زيادة لا لم تكن يعني زيادة باش نحددها حتى الناس تعرف شحال هذيك يعني حوالي 50 60 ألف في اليوم يعني هذا ما كان 60000 كاميون وكذا بالخدامين كذا سيريانز يعني زياده اصلا فاحنا احنا طالبنا على الاقل كل مواد تضاعفت باضعاف قلنا احنا على الاقل يضاعفوها مره فقط نعم. يعني مره فقط هذه هامش الربح هناك امر ثاني يعني على السرع كذلك الضرائب يعني الضرائب ربما ماده مدعمه و... وهامش الربح محدد من طرف الدوله يعني ما تكونش ضرائب در... جزافيه يعني آه. آه تكون ضرائب على الاقل آه في في اطار المعقول اشكرك يعني. اشكرك الشكر سيد محمد امين بلور رئيس اللجنه الوطنيه لموزعي الحليب كما اشكر ايضا الدكتور مصطفى زبدي رئيس المنظمه الجزائريه لحمايه المستهلك طبعا السي امين كان ضيفي في الجزء الثاني والسي الدكتور مصطفى زبدي كان ضيفي في جزئي الحصه التي كانت ربما غنيه بالبروتين من الدجاج الى الحليب لكن هل فعلا هذا البروتين هو بروتين كافي اشكركم جزيل الشكر مشاهدينا على كرم المتابعه سلام الله عليكم شكرا